ما مارسته الحكومات الإسرائيلية إذن على أرض الواقع خلال عقود من الزمن حوله الكنيست إلى تشريع. كما أن تشجيع الاستيطان يفهم منها أن سياسة قدم الأراضي الفلسطينية لمنفعة المستوطنين سيتصاعد في الحاضر والمستقبل بهدف هدم أي أفق لإقامة دولة فلسطينية. لا تفكر هذا القانون بس على الداخل أثره يا خال، واللي براهن على صهيون خسران بكل الأحوال. قانونه ترى قضم الأرض وزال الحد وبدا بالجد، وما حيخلي شبر الحد والضفة مضرب لمثال. استيطان قيمة قومية وبشرع هالاستيطان، والعنا شوية بالمية وعينه عليهم برضو كمان. للي بيحلم انه يفاوض رفض يجاهد ولسه جاحد، هي الواقع اكبر شاهد ولسه برضو عندك نية. اسمه القومية اليهودية. في الماضي كنا بنتغنى بدنا نرجع أرضي كلها، شوي شوي بينقص حقنا وحتصفي أرضي لمحتلها. هاي تتصنف ألف وجيم، هذا يحط وهذا يقيم، أرضي صار اسمها أدوميم والخان الأحمر تجهلها، وينه المفاوض تيحلها. قانون القومية جاي ينسف حتى حلم السلطة، هاي أول نقطة ترى هاي، وكل ما عطيته تزيد الورطة. استيطانه ألغى وجودك، ألغى بنودك، زاد قيودك، منجل ماشي كسر عودك، وكل واعي فاهم هالخطة، ليش تضل تعيد الغلطة؟ تحياتي. احنا بنعرف انه المحتل ما له عهد ولا ذمة، ومشاريع السلام الزائفة انقلب عليها، وضم مناطق الضفة لنفوذه الكامل هدف عمره ما تخلى عنه. عشان هيك شارك هالفيديو، خلينا نفهم كلنا اكثر واكثر. خاطركم.